أهلا بكم طلاب المرحلة الرابعة. محاضرتنا اليوم حتكون عن هوفمان كود. بعد أن أخذنا طريقة شانون وشانون فونو كود، اليوم حناخذ الهوفمان كود ونتعرف على طريقة الترميز في حالة الهوفمان كود. احنا ذكرنا سابقا انه هذه من خلال هذه الطرق هحسب كفاءة نقل المسج، واخذنا طريقتين وهذه حتكون الطريقة الثالثة، حتعتمد على اساس خطوتين. الخطوة الاولى اللي هي تكون الريدكشن، والخطوة الثانية حتكون سبلتينج اللي هي الفصل. عندنا مثال، المثال حيكون ديزاين هوفمان. ديزاين هوفمان كود والمعطى الاحتمالات فقط. عندي الاحتمالية الأولى 0.4، الاحتمالية الثانية 0.2، الاحتمالية الثالثة أيضا 0.2، الرابعة 0.1، والأخيرة أيضا 0.1. هذه الاحتمالات معطات، لو ألاحظ ترتيبها أيضا لازم أشيك ترتيب الاحتمالات، ترتيبها مرتبة من أعلى احتمالية إلى أقل احتمالية، يعني مرتبة بشكل تنازلي. الآن أشيك مجموعهم، هل مجموع الاحتمالات يساوي 1؟ أول احتمالية 0.4 مع 0.2 0.2 0.1، لو أحسب مجموعهم 1. إذن أني الخطوتين متحققات عندي. الآن حبدي بتطبيق الهوفمان كود. بالنسبة للهوفمان كود حتنص على جمع الاحتمالات، حاخذ دائما آخر احتماليتين. واجمعهم. الاحتمالية الأولى يعني حتنزل مثل ما هي، 0.4 حنزلها مثل ما هي، 0.2 أيضا تنزل مثل ما هي، وال0.2 الأخرى بالنسبة للاحتمالية الثالثة حتنزل مثل ما هي. قلنا أجمع آخر احتماليتين 0.1 و0.1 0.2. إذن حضيف بالعمود المقابل 0.2 وأنطي كود بالنسبة للاحتمالية الأولى 0، دائما هذا ثابت، والاحتمالية الثانية اللي جمعتها أعطيها كود 1. انتبه أيضا، لو جمعت الاحتماليتين وكانت بناتج أكبر، مثلا ظهر لي 0.3، فبهذه الحالة 0.3 المفروض أضيفه قبل 0.2 هذا، يعني أحافظ من أجمع الاحتمالات أحافظ على الترتيب التنازلي للاحتمالية اللي هي تكون من أعلى إلى الأدنى. استمر بهذه الخطوات اللي هي جمع الآخر احتماليتين إلى أن أتوصل بالنهاية إلى تكون عندي عمود باحتماليتين فقط. خلينا نشوف شلون. هسه أنا جمعت فقط آخر احتماليتين وأضفتها، أكمل البوينت 4 هذه حتنزل مثل ما هي أيضا،
البوينت 2 انزلها، شو عندي؟ هذه صارت عندي احتماليتين، اجمعهم. بوينت 2 زائد بوينت 2 بوينت 4. اذا لازم البوينت 4 وين اضيفه؟ اضيفه قبل هذا البوينت 2، يعني ناتج البوينت 4 أضيفه للأعلى، هذا حيكون البوينت 4. ليش؟ لأن بوينت 4 أكبر من بوينت 2، وهذا بوينت 2 حينزل يصير آخر شيء. قلنا حضيف كود اللي هو 0 1، للاحتمالية الأولى وللاحتمالية الثانية. أيضا أكمل، هاخذ البوينت 4 ما حنزلها، خلي أشيك الجمع. الآن بوينت 4 إذا أجمعها مع بوينت 2 بوينت 6، البوينت 6 أكبر من هذه البوينت 4، إذن الناتج مالتهم لازم يصعد قبل منه؟ قبل البوينت 4، وهذه البوينت 4 هتنزل عندي. قلنا حط كود 0 1، توصلت بالنهاية إلى احتماليتين فقط، هذه الاحتماليتين، واخيرا حطيها ايضا كود اللي هو يكون 0 1. اذا طريقة هافمان، حط نص على ابدي جمع الاحتماليتين، اخر احتماليتين اخذها دا انطيها كود، لكن من ارتب الاحتمالات كل خطوة لازم أراعي الترتيب التنازلي. وأخيرا أنا أريد أحصل الكود وورد لكل احتمالية. شو ححصل الكود وورد؟ هذا الكود يكون لا، حتتبع الأسهم لكل احتمالية، يعني هذه الاحتمالية الأولى اللي هي بوينت 4 حتتبع السهم، وأي كود أخذت أكتبه. يعني هسه دا لاحظ هذه الاحتمالية الأولى بالخطوة الأولى نزلت مثل ما هي، ما إلها كود، بعدها أيضا نزلتها، بعدها وين صارت عندي البوينت 4؟ نزلت واخذت الكود 1. إذن حيكون الكود بالنسبة للبوينت 4 أنزله 1. بالنسبة للاحتمالية الثانية، أيضا أتبع السهم، هذا بوينت 2 نزلتها مثل ما هي. البوينت 2 بعدين نزلت عندي بالسهم، وش قد اخذت كود؟ اخذت الكود 1، بالاضافة رجعت اخذت كود 0. اذا حيكون الكود للاحتمالية الثانية 1 0. الان كود الاحتمالية الثالثة ايضا نتبع
السهم. هسه هذه الاحتمالية الثالثة، بالضبط صفر 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 حتكون. هذه الاحتمالية الثالثة عندها هذا الكود اللي هو صفر، بعدين وين تحولت بالسهم؟ للبوينت 4 أخذت صفر. بعدها أي وين تحولت؟ لآخر حالة حتاخذ هذا الصفر. فحيكون الكود بالنسبة للاحتمالية الثالثة 000 أو 000. أخذت شقد أول شيء؟ هسه هذه الاحتمالية الرابعة نعطيتها كود آني، شقد نعطيتها؟ نعطيتها الصفر أنزله. بعدين تحولت للبوينت 2، هذا البوينت 2 شقد ما اعطيته كود؟ مطيته كود 1، نزلت الواحد. بعدها وين راحت؟ تحولت، تحولت بالسهم للصفر. اذا انزل الصفر. هذه البوينت 4 من تحولت لها ايضا ودتني لاخر ناتج بالاحتمالية اللي هو ايضا صفر، فحيكون الكود 0100. انتبه لاخر احتمالية اللي هي الاحتمالية الخامسة. هذه الاحتمالية شقد نعطيتها كود؟ 1. وين راحت هذه الاحتمالية؟ نقلتها بالعمود الثاني، انتقلت وصار لها كود ايضا 1 بالعمود اللي بعده اللي هو هذا الثالث. وين دا تروح؟ ايضا تحولت بالضبط للصفر. زين هذا الصفر وين راح؟ هم رجع للصفر. فالكود حيكون 1100. هحسب اللينكث الخطوة اللي بعدها، اجد اللينكث اللي هو يكون L small لكل حالة. كنا اللينكت يعتمد على البت. بالنسبة لأول كود عندي 1 بت، يعني حيكون اللينكت 1. اللي بعده عندي 2 بت، يعني اللينكت 2. اللي بعده عندي 3 بت، يعني اللينكت 3. واللي بعده عندي 4 بالنسبة للكود. احسب ال L capital اللي هو LC اللي يمثل لي summation الاحتمالية في L small. هاخذ عمود الاحتمالية، كل احتمالية اضربها في length حتى احصل على ال L capital. بعدها احسب الانتروبي اللي هي ال H اللي تمثل لي summation ناقص summation الاحتمالية log 2 للاحتمالية. بعدها واخيرا اطبق قانون الافشنسي اللي هو الكفاءة اللي يعتمد على قانون ال HX، اقسمها على ال L capital في 100%.
حتى أحسب كفاءة المسج أو نقل الأحرف بالنسبة للمسج بهذه الطريقة اللي هي هافمان كود.